يا لعيبة، النهاردة يوم مش عادي. النهاردة اليوم يعني خلاص زي ما انت عرفت بنحول فيه، بنقول باي باي لهذا الجهاز بلايستيشن 4. يعني قعد معايا 7 سنين. انا من الناس اللي دايما بشتري اول نسخة من بلايستيشن، ما هي زي الموبايلات، بفضل جايب الجهاز بيقعد معايا لحد ما ينزل الجهاز الجديد. فاكر اليوم التاريخي اللي حولت فيه من 3 ل 4 بعد ما شفت الفرق الكبير جدا؟ قلت قسما بالله ما لعب 3 دي تاني ونزلت جبت الفور. والنهاردة حبيت اشارككم اليوم التاريخي في تحويلي من هذا الجهاز اللي هنقول له باي باي ويطلع جهاز لهوي بلايستيشن 5. تطور الطبيعي بقى للحاجة الساقعة. النهاردة جاي نتفرج على كل حاجة في الكرتونة، نقرأ عليها كل التفاصيل، اشارككم فرحتي بيها. قلتلكم في تطور جامد وفي يعني اخبار جديدة جاية ولعب جديدة جاية بالشكل الجديد. اوعى العلبة والكرتون يا نهار اسود. الحلقة دي مش حلقة عادية، عايزين نوصلها ل50,000 لايك عشان الحلقات مكملة على بلايستيشن 5 وهنعمل لكم مفاجآت كتير. لكن دلوقتي تعالوا نشوف كل تفاصيل الكرتونة دي ونقعد كده ايه نستكشفها ونقرقشها واحدة واحدة. اشترك معانا لو لسه انت مش لعيب، حضرتك داخلين على 200,000 لعيب. عندنا حلقات كتيرة مش بس في الجيمنج، مفاجآت تانية كتيرة جدا. وتابعوني على اكونتاتي الشخصية اللي هتلاقيها موجودة قدامك على الشاشة وموجودة تحت في الديسكريبشن. ويلا نشوف البي اس 5. اكلك منين يا بطل؟ اكلك منين يا جماعه؟ انا يكفي ان انا مثلا اوريكم فرحتي وفرحه المكتب وانا داخل امبارح بالعلبه اكني جايب حاجه من الحرب وراجع بيها، والفرحه بتاعتنا لو عمر زايد وعم عمر خالد. يا صالح يا صالح يا صالح. وقعدوا يقولوا لي افتحها، قلت لهم ابدا ابدا ما افتحها من غير اللعيبه، عايزه يعني افليها بقى. بتتفرج على الجهاز من بره قال لك ده جهاز ايه ال 8K. عندنا تلفزيونات هنا 8K يا رجاله ولا ما اظنش؟ هنا هنجيب بقى تلفزيونين 4K، تلفزيونين ونلزقهم في بعض يمشي لو 4K. عندك 4K شغال؟ قال لك 120 و HDR. ده كلام طبعا ايه يعني كله بيبان ان هو جامد. انا هنشوف بقى الفرق، انا افهم في الفرق الطبيعي. لكن الكرتونه من قدام مش مكتوب عليها حاجه ثانيه بلايستيشن 5. انا احب برضو ايه قبل ما افتح اقرا، افرض مكتوب حاجه مفاجاه ولا بتاع. هنا يكتب لك عدد الجيجا بايتس بقى 825 جيجا بايت. بلاي لايك نيفر بيفور، العب زي اول ما تلعبتش كده قبل كده انت في حياتك. يا سلام، شوقت اكتر، العب بشكل لم يسبق له مثيل. في بقى سرعه البرق بقى، دي سرعه جديده بقى منزلينها، انغماس يخطف الانفاس. تفهم الكلام ده حسين؟ انت اكيد تحمست بعد البق ده. بس العاب رائعه اكيد، يعني ما انا شاري جهاز ب 20,000 جنيه. يعني الناس اللي كانت بتسال برضو جبته بكام سري، كانت معلومه لازم تعرفوها. انا اشتريته من حد يعني جايبه من الامارات، الجهاز وقف عليا ب 20,000، حسيت ان سعره في السوق هيثبت. دي النسخه اللي هي البلو راي اللي بتشتغل على سيديهات، وانتوا عارفين ان النسخ او الجهاز بلايستيشن 5 بينزل بنسختين دلوقتي، النسخه الديجيتال لو انت عندك نت فائق. انا ما يعني لا اثق في نت مصر بصراحه قوي، فيعني فضلت اجيب البلو راي. بعد كده ممكن يبقى عندك سيديهات من بلايستيشن 4 تشتغل عليها، فدي ميزه اضافيه. وبعدين بقول لك هو جهاز بتجيبه مره في العمر، يعني ان شاء الله ما تغيروش تاني الا لو انت استخدامك بقى زباله، فمفروض تجيب اعلى حاجه تريحك وتستخدم فيها كل الميزات. ده تفكيري برضو، انت يرجع لك حريتك يعني. يا جماعه الكرتونه انا مش باين من الكرتونه، البتاعه كبيره جدا، انا عايز ابينها كده عشان ابان انا معاكم. اقعدي كده، احط ايدي اطلع اي حاجه، ابقى بس بقى يعني انا عايز اوريكم ايه البلوكه اللي طالعه دي لوحدها. احنا نسحب حاجه كده، انا هقطع الكرتونه. عايز الكرتونه دي في حاجه حسين؟ وبعدين انا تعبت. شيل دي شويه وافتح اول حته. دي اول حاجه طلعت لنا في البلاي ستيشن او الكرتونه، هتلاقي طبعا الكتالوج بتاعها. الكتالوج بتاعها اللي ما حدش طبعا اي حد بيقراه ولا حد بيحتاج له في اي حاجه، يعني هو البلاي ستيشن محتاج الكتالوج يا اخوانا، ما تفوقوا بقى. الدراع ده قصه، ده قصه وروايه لوحده. يعني انت ممكن تشتري الدراع تنبسط بيه كده، تقعد بقى ايه تجربه، ولا يا سلام يا سلام شكله شياكه، شكله نازل من مركبه فضائيه، يعني ايه الحلاوه دي. طيب لو بنتكلم على النظرة الأولى للدراع، بصراحة تحسه ملا في إيد كده، ما هوش صغنن، هو أكبر من الدراع بتاع فور شوية. يعني لو طلعنا الكرتونة وجبنا بلاي ستيشن 4 الكنترولر بتاعه وحطيناه كده فوقيه أصغر سنة زي ما بقول لك، الدراع يعني
تحسه ازيد حته بتاعت الايد دي كده بقى سبحان الله بقى وحش وبقى شكله ناتن كده في ايدك تحس ان انت ايه اللي انت ماسكه ده اخي شوف بقى الحلاوه شوف الادلوك كمان لا لا انا متكيف من شكل اصلا الابيض في الاسود المسحوب اللي تحت ده حاجه شياكه وكمان الكنترولر ده اللي ما يعرفش انت مش محتاج سماعه او مش محتاج مايك يعني على طول بتدوس على زرار بينور مفروض برتقاني فبتتكلم وبيتسمع عادي جدا وممكن تقفله طبعا عشان لو بتتشتم او بتتهزق في البيت برضه ما يبقاش مفتوح 24 ساعة. نرجع الكرتونة ونشوف فيها ايه تاني هتلاقي ايه جاي معاها الكيبل بتاع الكهرباء يعني محتاج طبعا مشترك او محتاج مشترك اللي بيدخل فيه اللي هي الامريكاني او الاوروبي دي وتقوم مدخل دنيتك ومشغل الحتة بقى اللي انا مش يعني هتسوح فيها معاكم ده يا سيدي الحامل بتاع البلاي ستيشن بيقول لك البلاي ستيشن دي يعني مقدرة جدا محترمة لا تعاملها معاملة البلاي ستيشن 4 تترمي كده في اي حتة لا دي جاية بالكرسي بتاعها يعني عشان تقعد او تقف يعني يقول لك بقى ايه هنا الستاند ده ممكن كمان تعكس كده عشان بيبقى فيه مسمار تحت ده طبعا لو انت بتقرا الكتالوج اللي احنا رميناه كان زمانك عارف لكن انا هقول لك عشان انت مش هتقرا الكتالوج زي حالاتي فهتلاقي المسمار تحت اهو لو شايفينه بيتفتح من تحت وبتطلعه عشان توقف الجهاز وتثبته بقى عليها كده يبقى عامل لك كده في نص الاجهزه كده ما يقعدش زيهم ده يقف كده وده برده من الحاجات المهمه جدا اللي بتيجي مع الجهاز اتش دي كيبل مش عادي شكله تخين جدا ليه لانه بيقول لك ده الوحيد اللي هيديك الريزولوشن بتاعه الجهاز بتاع 5 مش هينفع بقى الكابل اللي رحت جبته من المول للكمبيوتر اللي تحت بيتك لا يعني عايز بقى اخوك يجي يقول لك هات الوصله بتاعه البلاي ستيشن اشغل عليها اللابتوب لا مش هينفع قول له لا عشان دي لو باظت هندفع كتير وهنتسوح لان دي ما بتتباعش بسهوله ولو اتباعت هتبقى غاليه جدا فحافظ عليها واستخدمها بس للبلاي ستيشن عشان تاخد ريزولوشن ال4K او ال8K لو انت غني جدا ومعاك فلوس بقى فكره الجهاز بقى فكره ايه الجهاز نفسه حاطينه جوه بطانيه انا افشل واحد تقريبا عملت انبوكسنج انا مش بتاع انبوكسنج انا بقطع الكرتونه في العادي وبقوم قاطعها كده بالسكينه اللي جوه وقاططها وانا ومايلو وفتحينها وخلصنا هو ايه انتوا مخبيينها ولا ايه انا حاسس انه حرز مطلع حرز شوف الحركات شوف بعد ما تطلع دي هتقوم ملاقي دي يعني عشان ايه انكس فتحتها انت كده ما تلاقيش مثلا شياكه لا تلاقي حته كده ايه لو انت برضو فقيك هتلاقيها معموله والله برضو ايه فلوسك هتلاقيها يعني مصروفه في المكان الصح لسه وانت فاكرها كده طلعت لسه جوه مستخبيه انت مستخبيه ليه الله لا 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 اوعى وشك بص بقى مغلفه جايه محطوطه في غلاف عشان ما تحصلش حاجه انا خايف اطلعها والله العظيم يا جدعان ايه ده تاخد البتاعه دي يا حسين يا لهوي جهاز كان اتكسر والمصحف يا لهوي ده تقيل جدا ايه ده مش هيكفي في حته ده ايه ده يا لهوي يا خرابي سيبك من الكلام ده بقى والهبس ده خالص وركز لي على الحته دي ركز لي على القطعه دي ركز لي على الشياكه والقلقه دي لفه لكم بص هو بيقف كده ما يقعدش ده بس تقريبا مساحته مهوله مش هتكفي في اي حته يعني على حسب الترابيزات اللي عندكم في البيت فعليا ده محتاج حاجه لوحده يعني محتاج ترابيزه لوحده غير الحامل بتاعه يعني لو جبنا الحامل اهو مفروض ان هو بيقف عليه بس خلينا نبص على الجهاز الاول شكله طبعا مختلف تماما عن حته البلوكه السوداء بتاعت فور عاملين فيه ديزاين طبعا يعني يكمل السنين اللي جايه شكله فعلا زي ما بقول مسميه فضائي تحسه نازل ايه حاجه كده سبيس شيب مراكب فضائيه بعدين بيقول لك كمان ان الديجيتال النسخه الديجيتال بتيجي احلى من كده لانها بتيجي مقفوله بتبقى مفيش الاسود ده كتير بتبقى مضغوطه جدا فبتحسها سليم قوي فبتبقى كمان شكلها احلى لكن انا فضلت طبعا النسخه دي ممكن تحطها طبعا كده وانا تقريبا برضه هستخدمها كده عشان اخاف اوقفها مايلو يقوم نطحها ولا حاجه فالواحد ما يضمنش لكن خلينا نبص ورا في ايه ده بيانو ده ولا ايه هنا هتلاقي فتحات اليو اس بي بتاعتها هتلاقي طبعا عندك يو اس بي سي الجديد وال مش فاهم وده زرار بلاي وده زرار طبعا انك بتطلع السي دي منه ورا هتلاقي فتحات تهويه وهتلاقي برده كمان مكان اللي انت لو عايز توقفها بتشيل الزرار ده يا جماعه الاسود الصغير ده وبتوقفها عليه قدام بنبص بقى نلاقي يعني يا جدعان شكلها يخوف والله حاسس انها هتبلعني هنا الكابل طبعا بتاع الكهرباء هنا الاتش دي اهو هنا بتاع الانترنت وهنا 2 يو اس بي وبيقول لك ان اليو اس بي دول فقط لشحن الدراع ما ينفعش تحط عليهم هارد يعني مش هينفع الهاردات ورا دول بيبقوا ضعاف شويه بيبقوا على قد انك يعني الاستخدام البسيط ماشي لو
انت بقى عايز تركب الحامل زي ما قلت لك على الشكل الفوقاني مفروض بتدخله كده، يعني هو ليه دخله، خلاص ليه دخله معينه هنكتشفها مع اهو. بتدخله كده وبتركب المسمار من تحت بتاعك لمؤاخذه وتقوم ايه قارط على كده، وعشان عشان يبقى ايه ثابت ما يقعش، او بص لو اديته زقه كده مفيش حاجه يعني نطحته كده جرب مايله مفيش حاجه تمام شغال معانا. لكن انا هفضله يا له ده لو اتكسر هكلفه العمر زي. طب لو عايز تنيمه، لو عايز تنيمه يا باشا هتقوم جاي راشق دي ورا كده، فين فين الرشقايه، الرشقايه اهي، وتقوم مقرط كده وعامل كده بحيث انك تقوم منيمه برده على الحامل كده، صح كده ولا غلط كده؟ طيب لو عايز تركب الحامل على بطنه، يعني تقوم جايب البلاي ستيشن لو ده وش اهو يا جماعه، هتقوم عكسه كده ومركب الحامل ده من ظهره كده، وتقوم راشقها في في السنانين اللي ورا دي، هو عامل لك سنان كده وباينه يعني شكلها سهل، بتقوم راشقها ورا ومحطه على بطنه عشان يثبت بالشكل ده. دلوقتي يا جماعه ده شكل خلاص تقريبا البلاي ستيشن، وهيبقى شكلها كده لما تحطها انت عندك. وادي الدراع اللي بيقول لك طبعا يعني هنكتشفه اكتر، لكن في خاصيه الفايبريشن هتبقى عاليه جدا، وان هو حساس معاك، عارف كراسي السينما ال 4 جي ولا ال 4 دي تخش تقعد تتنطط طول ما انت قاعد، بيقول لك الدراع ده برده هيحسسك احاسيس غريبه. هي بتيجي بدراع واحد برده للي كان بيسال او اللي عايز يعرف، بتضطر تشتري دراع تاني. الدراع التاني دلوقتي غالي جدا، بنتكلم في افريج سعر في مصر يعني سمعت ان هو من 2200 ل 2500، يعني مش مشكله العب بقى شوت صاحبك اديله شوت مش مشكله خالص، هو يجيب دراعه ويجي لو عايز يجرب البلاي ستيشن. هاتها لنفسك يا باشا، اقعد العب مع نفسك كارير مود فيفا. وبمناسبه فيفا برضه للناس اللي كانت بتسال، هنكمل هنعمل حلقات على بلاي ستيشن 4 ولا لا، انا عايز اعرف رايك في الموضوع ده، نرجع نلعب بلاي ستيشن 4 في بعض اللعب ولا ننقل بقى كده كده. طبعا هنفتح البلاي ستيشن هتبقى حلقه ثانيه، لو عايزينها قولوا لي تحت في الكومنتات. تعالوا نوصل الحلقه دي لعدد لايكات كبير جدا، شجعوني ان احنا نشوف كل تفاصيل البلاي ستيشن 5 الجديده، نلعب اللعبه البدائيه اللي هي بتنزل مثلا عليها. انا سمعت ان اللعبه دي بتنزل ببلاش، اول ما بتفتح البلاي ستيشن بتعرفك كمان الكنترولر بيشتغل ازاي لو عايزين نعمل حلقه عليها. فيفا نفسها لو بقى هنشوف السي دي ده نفسه المفروض ان هو كومباتبل على بلاي ستيشن 5 سيديات كتير من 4، ودي ميزه النسخه البلوراي او النسخه اللي فيها سيديات انك ممكن تستخدم سيدياتك. فانا هعمل برده حلقه على تجربه فيفا وان انا العب بلاي ستيشن 5 بنفس سي دي بلاي ستيشن 4، عايز اعرف اكتر هل مش هستخدم مثلا تقنيات الجهاز الجديد. اتقال لي كلام وكلام، اتقال لي لا هي ممكن تلعب لكن هتحس انك بتلعب 4، وكلام اتقال لي تاني انك لا ممكن يا سري تحاول تشتري النسخه بتاعه بلاي ستيشن 5 حتى لو كان معاك السي دي. ده كله هعرفه وهعمل لكم حلقات عنه قريب قوي. لكن المهم قولوا لي انتوا عايزيننا نعمل ايه تاني في بلاي ستيشن 5، عايزيننا نجرب حاجه معينه انا مش عارف، قولوا لي. يعني طبعا انتوا ادرى بقى بالحاجات اللي انتوا بتبقوا عايزين تعرفوها عن الجهاز، انا ممكن ما اكونش لسه وصلت لها. لو الحلقه عجبتكم في الاخر بارك لي تحت في الكومنتات، اعمل لايك على الحلقه دي، قولوا لي زي ما قلت لكم عايزين تاني حلقات ايه، نكمل 4 ولا 5 بس خلاص حان موعد ازاله هذا الجهاز الى الابد من القناه. وما تنسوش طبعا 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 بعد المفاجات الجامده دي تشتركوا في القناه عشان لسه عندنا حلقات تانيه كتير. افتحوا تنبيهاتكم خليكم جاهزين وخليكم لعيبه معانا، وكفايه بلاي ستيشن 4 وكفايه لعب قوي لحد كده.